مباركة المملكة الأب والابن والروح القدس نين كي كيستو سيون استنيون أمين. إخوتي أخواتي سيداتي سادتي، نحن في موسم الميلاد بل وفي كل موسم نقول أن السيد المسيح هو تحقيق النبوات وهو المسيح الملك، فيه تتحقق نبوة ولدت في طبعا كل النبوات تتحقق فيه ما لا يقل عن 300 نبوة، إنما بشكل خصوصي نبوة وردت في سفر صموئيل الثاني الذي هو حسب تقسيم السبعينية ترجمة السبعينية سفر الملوك الثاني فصل 7 آية 16، حيث تقول العزة الإلهية عن طريق ناتان النبي لداود الملك: سيكون بيتك وعرشك ثابتين إلى الدهر. طيب وين عرش داود؟ وين بيت داود؟ روح فتش الآن بين اليهود على بيت داود على سبط يهوذا، هاي واحدة. وين الملك اليهودي؟ ما فيش. اليوم كمان في فلسطين ما فيش. وين هذا الملك الثابت إلى الدهر؟ ما فيش. إذن النبوات تحققت في السيد المسيح نفسه، زي ما راح يقول الملاك جبرائيل للسيدة العذراء دائمة البتولية عن طفلها يسوع: سيعطيه الرب الإله عرش أبيه داود ولن يكون لملكه انقضاء. بدناش نحكي عن التفسير اليهودي للنبوة بشكل عنصري فئوي سياسي اقتصادي خصوصا عسكري، بدنا نحكي عن ما يسمى بالصهيونية المسيحية، ليس عند الأعاجم الأعاجم يعني الأجانب، بل حتى في اللغة العربية. يعني في اللغة العربية مع الأسف على مستوى كل العالم العربي أو على مستوى العرب في المهجر الناطقين طبعا اللي لسه بتذكروا العربي قبل ما أولادهم وأحفادهم ينسوا في الأمريكتين يعني أو غيرها أو أستراليا، خلينا نشوف بعض الكتب التي توزعها بعض الفئات. طبعا ليس كلامنا هنا تحريضا على أحد، لا نطالب بهدر دم أحد ولا بحرق مراكزهم مقراتهم لهذه الفئات المنشقة طبعا عن الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية والتي تتبرأ منها على الأقل في فلسطين وفي العالم العربي، تتبرأ منها الأنجليكانية واللوثري. إذن في أحد الكتب بأمل أنه واضح خلاص أبدي من عالم دينونته قريبة في الثمانينات من القرن الماضي 1986، ماذا يقول الكتاب المقدس عن نهاية العالم؟ طيب نهاية العالم فهم يعني فهمنا في نفس الفصل، شو بقول لك بعد نهاية العالم؟ طوالي بيبدأ يحكي عن إسرائيل. طيب شو دخل إسرائيل في نهاية العالم؟ أول شيء بصفحة 20 مستقبل العرب على ضوء، قصده في ضوء نبوة الكتاب المقدس. شو بقول لك عنهم؟ بيحكي عن هاجر و
إذا ما هي النتيجة؟ النتيجة إنه خلينا نقرأ هون مستقبل قسم كبير من العرب، يعني إنه بيحكي عن إبراهيم، طيب بيحكي عن الأردن، طبعا يتكلم عن العرب القدماء ولكن بشكل غير مباشر يلمح على مين؟ على عرب اليوم. صفحة 28 شوفوا شو بيقول، سوف تتوحد سوريا ومصر وإسرائيل. إيه؟ من وين هاي جابها؟ قال في أشعية 19:22-25، في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولآشور بركة في الأرض. آشور يعني العراق. طيب قل لي يا صاحبي العربي والمسلم، هل لك سلام مع الله؟ إلى آخره. طيب بعدين زي ما قلنا يتكلم عن ماذا؟ عن إسرائيل. طيب شو دخل إسرائيل في نهاية العالم؟ المحكمة الأخيرة. طيب يعني أتصفح معكم بسرعة هذا الكتاب، بيقول لك إنه إسرائيل هي أني إسرائيل، إسرائيل ما غيرها تبعت الصهيونية اللي نشأت بالاحتلال على أرض فلسطين سنة 1948 وكملت باحتلال 67. معنى إسرائيل في مركز أحداث انقضاء الدهر، يعني يربط تأسيس إسرائيل بعلامات نهاية الأزمنة. تقف إسرائيل في مركز محاور القوى. طيب بعدين يقول ما يلي، إسرائيل هي العلامة الكبرى للملك القادم يسوع المسيح. صفحة 60. يا سلام، مش الكنيسة هي ملك المسيح، إسرائيل هي مكتوب بالعربي بس بدك بشر يقرأوا. إسرائيل هي العلامة الكبرى للملك القادم يسوع المسيح. شوف شو بقول آخر صفحة 60، نظرة إلى الماضي تكفي للإقرار بأن أعداء اليهود الذين قاوموا الشعب الإسرائيلي قصد اليهودي قد لاقوا حتفهم ولحق بهم العار. كل واحد بيعادي اليهود يا بموت يا بصيبه العار. منهم نذكر مين؟ الرومان والصليبيين والأتراك ونازي ألمانيا. إن من يقاوم إسرائيل، صفحة 61، إن من يقاوم إسرائيل يحاول إحاطة، قصده الإطاحة، بعمود التقاطع الذي تتواجد في وسطه إسرائيل. شو يعني هالكلام؟ العداء اليهودي اليوم، بقول لك في 24 حزيران 1978 نظم الحزب النازي الأمريكي مظاهرة ضخمة في شيكاغو. طبعا كل هذا الكلام لنصرة مين؟ لنصرة إسرائيل. بيقول لك إنه إسرائيل تتمم النبوات. طيب أي نبوات؟ خلينا نسأل هذا المؤلف غير المعروف. تفضل. بقول لك إسرائيل والأمم، إنه الأمم ستدوس إسرائيل، برضو هاي موجودة في كتاب، ستدوس أورشليم، مع عبين ما إنه أورشليم تحرر. إمتى تحرر أورشليم؟ بقول لك قسم منها 1948 تحرر وقسم منها 67، هاي من كتابات شهود يهوه
سنة 1985، ولا أعتقد أنهم تراجعوا عنها إلا بالمظهر. منذ عام 1948 صفحة 88 ونحن نعايش ظاهرة إنقاذ هذا الشعب الصغير إسرائيل مساكين من يد أعدائه بطريقة عجيبة. باستمرار تحدث أعجوبة تلو الأخرى في إسرائيل وحولها. إن النبوة الكتابية تشير منذ عام 1948 مشاركة متسارعة في طريق تحققها. بدأت الصحراء تزهر في إسرائيل، عمرت المدن من جديد، يهود من أكثر من 120 دولة أجوا. وفي سنة 1967 في السنة العشرين لتأسيس دولة إسرائيل حدث زلزال عميق عايشنا كتتمة مباشرة لنبوة أشعيا. أني نبوة أشعيا 66:10-14، افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها. بقول لك هاي النبوة تحققت إمتى؟ عندما احتلت إسرائيل باقي أورشليم. إذن بقول لك أشعيا 66 آية 6-9 بتنبأ عن تأسيس دولة إسرائيل في 14 أيار 1948، وأشعيا 66:10-14 الفرح بإعادة أورشليم في عام 1967. طيب خلصنا من هذا الكتاب، الآن نأتي إلى كتاب آخر لجوش ماكدويل، له كتابات عن السيد المسيح، ولكن شوفوا هذا ثقتي في التوراة والإنجيل. طيب ثقتي في التوراة والإنجيل، الفصل الأول عن الكتاب المقدس، الثاني الثالث ولا أحلى من هيك، الفصل الخامس. الفصل الخامس الكتاب المقدس صادق في نبواته. عن مين النبوات؟ صفحة 89 عن صور، صيدا، السامرة، غزة وعسقلون، مؤاب وعمون، بتراء وأدوم، بعدين نينا وبابل، اتساع أورشليم وفلسطين. خلينا نشوف هاي النبوات ابتداء من صفحة، خلينا ناخد اللي بهمنا بدون مؤاخذة في فلسطين، بدناش زي ما بقولوا باللبناني ندق باللبنانيين بصيدا وصور وصيدا، ولكن موجودة في هذا الكتاب وفي نفس الكتاب بس غيروا الاسم، كتاب وقرار. كتاب وقرار هو نفس هذا الكتاب ولكن غيروا العنوان ما غيروا المضمون، وحذفوا من هذا هاي الطبعة الأخيرة، حذفوا الفصل الخامس لأنها تفضح، لأنه يفضح صهيونيتهم. إذن قلنا لكم خلينا نشوف شو مكتوب أيها الأحباء عن غزة وعسقلان. بسميهاش عسقلان الأخ، بسميها أشقلون. صفحة 99 ومن كان له أذنان سامعتان فليسمع. شوف شو بقول عن غزة 99، يعطي نبوات من عاموس واحد، من عاموس واحد. شوف شو بقول صفحة 99 بناء على عاموس 1:8، الفلسطينيون لن يستمروا، سيجيء الصلع إلى غزة. طيب سيجيء الخراب على أشقلون، تكون منطقة أشقلون للراعي. هاي صفانيا، النبوة صفانيا، بقية بيت يهوذا يسكنون أشقلون. أشقلون يعني عسقلان، بس بطل يعرف إنه اسمه عسقلان. شوف يصف جورج ديفيس الموقع الآن فيقول، الآن يعني سنة 1900، يعني بعد 1948، عندما جاء اليهود إلى المكان قرروا أن يجعلوا أشقلون مدينة حدائق باسم جاردن سيتي. ليش ما سموهاش بالعبري بما أنها لشونها قدش؟ وهكذا تحقق قول النبي في بيوت أشقلون عند المساء يربضون. أنو نبي؟ النبوة رقم 5
في بيوت أشقلون عند المساء يربضون. هاي من صفنية فصل 2 آية 5 آية 4 عفواً. نعم صف عفواً فصل 2 آية 7 متأسف. طيب قبلها إيش بقول؟ أما مدينة غزة فلها تاريخ وبحكي كيف إنه اليهود راح يدخلوا إلى غزة. طيب هلأ منيجي لوين؟ لا اتساع أورشليم. اتساع أورشليم أني صفحة 126. شوف شو بقول. هاي 126 قال إنه في نبوات عن توسع أورشليم من إرميا فصل 31 آية 38 إلى 40. ماذا نقرأ؟ نقرأ إنه اليهود هم الذين وسعوا مدينة أورشليم. أما وادي الجثث فقد كان مقبرة من قبل وهو المقصود في نبوة إرميا في نبوة زكريا. وفي عام وفي عام 1925 طيب امتد سكن اليهود اليمنيين إلى هذا القسم. طب وين العرب اللي كانوا ساكنين هنا؟ الصهيوني المذكور أعلاه معوش خبر فيه. نأتي إلى فلسطين. فلسطين بالمفهوم القديم فلسطيا يعني منطقة الساحل، غزة، أسقلان، أسدود، عقرون، جت. شوف بجيب لك نبوات من سفر اللاويين فصل 26 آية 31 إلى 33، حزقيال فصل 36 آية 33 إلى 35. في هاتين النبوتين نرى الحقائق التالية. اسمع يا أخوي، تصير مدن فلسطين خربة، تكون مقادسها موحشة، تخرب البلاد، يسكنها الأعداء، يتشتت سكانها، يلقى اليهود الاضطهاد. أهم شيء اليهود، اوعى تقرب على اليهود. يعود السكان يعني اليهود وتبنى المدن وتزرع الأرض. حزقيال 36. درس جون أركهارت تاريخ فلسطين بدقة إلى آخره. طيب تحقق على أنه شوف هلأ بدناش نطول عليكم في آخر هذا الفيديو. حتى في عام 1927 وصف أحدهم فلسطين أنها أرض خراب قاحلة، فيش ناس، زي ما كان يقول تيودور هرتزل، نريد أرضا من غير شعب، كأنه فيش شعب فلسطيني، لأجل شعب من غير أرض. وآخر صفحة 130 شو بقول لك؟ إن نبوة حزقيال التي قالها منذ 2500 سنة تحققت. شو هي النبوة اللي تحققت؟ إنه تزرع المدن وكمثال نرى صحراء النقب هالنيجف اليوم مزروعة خصبة طبعا بفضل الإسرائيليين اليهود، ونرى مدنا كثيرة مأهولة وعامرة بالسكان. سيداتي سادتي، لا حاجة إلى تعليق، إن اللبيب من الإشارة يفهم، وشكرا لإصغائكم.